الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام ك وإلا الصوماء بشان إن صوهيسا وركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام كأشان تأه ميت كمدوي إلهينا سبحانه وتعالى وحينوتشي في السنة مرة واحدة هل كي سنة هل بل وحي قفك انت سنة أشقينا هي الدنيا أقسى هي وحال سي عبادة وحيسين أيوه وسنة كذا وسوغا هي أو دم بيجايس كغه بيو أو نفحات كإلهي وقفا إليستو أو إلهي رحمة ديسا كقابل مرتيان ضيف كا بشان إنه مرتدا سنة كي هوري ضد بدن أو كفا إليستي أو تشوغي ayaan maanta nooleyno joogi waxa laga yaabaa qof kasto inaga mida wuxuu garanaya oo xasuusan yahay qof uu yaqaanay oo dhintay ilaahay inuu ku gaarsiiyo kuuguna kaalmeeyo soonka bishaan kaana aqbalo waa wax aad iyo aad u weyn badan ee ilaahay in badan bari bisha waxaa lagu qaabilaa koow toobad keen dambigaagii aad ka toobad keentid maxaa yeelay macaasidu waxay kala celinaysaa qofka iyo taacada iyo cibaadaadkii kala teedaysa waana waajib in la toobad keenaa sunna ma ahane waa waajib watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun dhammaantiin ilaahay u toobad keena waa amar نبينا صلى الله عليه وسلم أمد وكبوري وأنا اتفاق إن تهي واجب ولما واجب لدبنك هي ما هن وواجب على الفور دق دق إن لا توبت كانوا أن لدبنك وواجب وحلقت توبت كان يا ومن جميع الذنوب دم بيد لما أنت كوي يريرا يكوي ووينا كل ولقت توبت كان وحلقوا قابلا بشان waxaa la beeyo oo lagu qaabilaa bishaan al-afu was-safh in cafis aad bixisid oo dadka aad cafisid wixii lagu geystay oo xumaan ahaana aadan milicsan ee ka jeesatid waxyaalaha bishaan lagu soo dhaweeyo oo lagu qaabilay ka mid tah ilaan waxaa gudagalaysaa inaad gudatid rukni weyn oo min arkaani al-islaam ah ayaa rabtaa inaad gudagashid صدن مال موت أما السقالي اللواتن مال موت صعونا هيا وحربت إنا كدح بحديد أدو دم بقاقي لغا ميري إي لغا نقي ميلها مركا إكاسو غاري كران غرافوه إيا حاجة تنتا إيا الدم بقا إيا معاصي وحا كمدا ضدك أي وح كدح هيان وحا للربائين إسعفيان سي عمل كود الله كريالو وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هعفيين هنا دافين ميين انشعلين إله إنو إذين دافة إله إنو إذين دافة صومت شعل دين إذين كون عافس بحية من لا يغفر لا يغفر له قف كان دافين لو ما داف عفي قرابة هذا ضدك واحد كده حيان صاحب هذا ضد بضنا واحد دحمرين عفيس بيحي كضل بهدا ظلم سيؤهو كفا إليسو بشان إنا كسو نويسد عفيس فرب هذا إنا دلبت أرنك صدحي يا بشان لغو قابلا وحويان الدعاء إنا إلهي بريدد محا إلهي ويدي سنيسا صدح رمضان بأغوه الرئي إن إلهي رمضان كو قارسيو عافمات كو قارسيو إن إلهي سون كيسو كوغو كالميو دد بلنبا إلهي عافما كو جارسيي
oo aan ilaahay ugu kaalmayn oo aan soomin oo iska cunay in ilaahay soonkiisa kuugu kaalmeeyo waa labo in ilaahay ka aqbalo khayrka isaga ah hadii inta didaashido didaashi waxba aan laga aqbalin waa musiibo ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه سواها كمدها اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله يقول كالما ذكرك وشكرك مهضنقا وحسن عبادتك عبادة هذا وناك جديها كنت إله يقول كالما هذا إله يقول كالمين هل دقيقة أنا اسمه بحكرت وإن إلهي كو كالما يا سبحانه وتعالى وحالو سو دوويا بشان قضاء ما فات رمضان كي كاتغي او كو دافا انا قليسيد حدو حنون يجر كاغا تغي حداد مسافر اهيد هدي هدي هوانتي اي هي هواني متاهر انا هين اما نوجينيساي اما اور لهيد اني كفايديستان ددكو اني قليهيان سوخي كاتغي اي بشا اي دافاي بشي هور ان لا قليهي waxaa lagu soo dhaweeyaa bishan oo lagu qaabila iftaaru saaim dadka sooman in la afuriyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay qof sooman qofki afuriya kana lahu min al ajri mithlu ajri saaim wuxuu helaya ajirka xaqiisa ki soomana ajirkiisi oo kale hada laba afurisid laba ajir saddex afar shan انت افورين كرتيد كغا قيب قادو ددك سومن ان افورسد اما عنب سيلبات سينيسا او ديارسن اما راشن با غدايسا او مساكينتاس اباره لا دال دعايا او فرح بدن ميل ول بجوغا رحم كاغي قراباداد اوو هورمري عاوي او راشن كي كو افوري لهايين او غد كا قيب قادو دد ان افورسد بشان وا لوكيت سدا خولها hanti gooni abaana loogu tala gala in laga faa'ideysto oo laga qaniimeysto fursadaan iyada ah qofku haduu soomo bishaan u bilaabo ku tala gala inuu soomo acmaasha waaweyn ee bishaan dhex yaala ilaa lixba ugu waaweyn kan koobaad waa as-siyaam inuu soomo كان لبعدي والقيام تراويح دي انه لي ماذا كان صدح هذه وكثرة قراءة القرآن قرآن كأخرس كيسا انه بديو كان أفرادي والاعتكاف انه اعتكاف انتو أودوا انه اعتكافه مسجد ميلا هاينا لقوم اعتكاف كره كان صدح هذه وحوى كثرة الصدقة صدقه بشان رمضان انه بتصدح او كديداله كان لحادنا وحويان الذهاب الى العمره انه قفك عمره اده وكان النبي يقول صلى الله عليه واله وسلم عمره في رمضان تعدل حجه معي او كما قال صلى الله عليه وسلم عمره لقت بش رمضان وحي ادغنت حج اني معيغا قفكو إلى حجي أيو دقنطة أعماشا سواوين هي أعمال صالحة ضهو فضبضن وذكرك إلهي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلب العلم وكمديه خير كفرها بضن وكلا كمديهين وإن أتقيب حقل وطلقشا بشان إن نكون رافين كفايدة زيتها نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحو تلمامي وينوشا غي إذا دخل رمضان هذه رمضان صقلة أوغدش أعماش إيمان السفير فتحت أبواب الجنة جنة إرديه ذا والله فرا وغلقت أبواب جهنم جهنم إرديه ذا والله حرا وسلسلة الشياطين شياطين تينا والله كتينا ذي إياه بشان ودته فضلك اسغا سنه كنا شياطين تي ويا عين جهنم ارديهد وي فرنايه بشي وي تمد جهنم ارديهد ولا غخر
جنة إرديهذينا والله غفر شياطين تينا والله كتينا ذي حديث ككلا نبي يقول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان همين كوجور رجاء رمضان هذو أحد أول جاره صفدت الشياطين ومردت الجن شياطين توالا كتينا ذي حركال غحر يا ولا ضمر يا اي جنك كوي سمردد اه وقوه شرط بدن افسادك بدن او جنك ولا خرهيا بها كخيغه وها كخيغه وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب نار تيردهدنا ولا اسكو دفنيا البابده هل البابنا لفوري مهي محاصد حية وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب جنة إرديها دنا ولا فريا إردنا لحريم هاي صدح لاس واحد دبي الله نداء من الله رواق حق إلهي اللي قلنا دين أيوه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر قفك خير دون أيوه سو قابل جنة إرديها دي والغفري عمل كي أكو قلي لهاي قل أضيارس هديد ذا ساك صوك اللهان والله بلمية الباب كاس مرك الله فروه بل قلي يا اللي يراهدو وحان الله بحين يا حوغا معاونا هو شلماتا ضد با صوت للمن يا دوبان يا سيد اللوبوح مركي مغلان الباب بدا شنغرتي ذا فرد ظهرما كواسيس ديار جروبية هل مر مركا الله بلقنا وحا لغايا با إن رحان رحان الله اسكدو الفولو أرد الأرد هايو يا عدل يا عهيو الباب كان الله فري إحواق معاونة الله قيبنا هايو أيا الله اسكدو بورنا هايو محاد أم لينيس أرحم الراحمين خلقي يا إلهي سبحانه وتعالى كي أن حريسنا وخزائنتي سؤيب بوحدي وصنتك بشي رمضان مركا أويمد الباب دي كندا انت لغو فري لغو ناديو لغو يلي يهي امو ادوغونا اد اقمر يسيدو حقا يا حقا ادو دافيس حاطو ملاينيس والباب كفرا ما اها وحا فري بني آدم ما اها وحي ساهدو بحيو بحيو ارنا يغتاق انكار هيدون كرد عده وحي آن هيا ويدا ما دين حقا كينا ما اها ومال هدين لقلو آن الولغي لغت لمن هين لغت دقوب هين لغت شرين هين أي البابي ذي لبلاقي مركز أوحى اللون نادين يا خير قفك دون يوسو قابل ويا باغي الشر أقصر قفك الشر يفتن دون هي وقابصو تقابصو حي النار تيرده دي والله قاحل أدوها الدورون وها قرقراعي وها آدي البابي ذي شنده الغوفر النار تي والله قاحل وشرتك قابصو وكشرتك صلابو شياطين تي والله قاكتين دي ورنفت هذا كعتكو ولله عتقاء من النار إلهي يقول لي يا هاي هو النار تكحري ما طبنك هرمية طبنك نحمية ما هبين كهبي لما ندى قار كدمية مايا وذلك كل ليلة وهبين كست بإلهي يقول لي يا هاي هو النار تإلهي كحري الله ينقض هذه مرك هبين كست النار تلا إسكحرينا هاي وإلهي عدد وقرنا يتردو دا إلهي كحرين هايو هدان هبين كي كوبال لغو قدرين وكي اللوال لغو قدرين وكي صدحال لغو قدرين وصدن كي بري وعيد ماتي أدو آن ليس كاس نار تلغو حرين يا آن قلين سو أحد هوغي أو هوغي أو خساري متفيد أعماشا ين يدو ناكس النية الصادقة نية ربعه أيا بشا لغو قابلها هداد نيضبع صادقاء لاتماد إلهي وكوافة إلهي نوكا أقبل بل هديد عدينات كعجستد وأسومي ويدد ولغو قرهي أجر كيف لغو قرهي نيضا صادقاء درادد ولهذا وحل إلى هذا مالمه وصدح مالمه وصدح مال انتقي ما كيف إذا سنكرتها ها محاد وقف إذا سكرته دم بدأ فينا كدلبت وحلا وحي تجي أو مالك ضعفي وحد وقف إذا سكرته إنا تراهدد إلى هو وحي قد عيد ضعف
وكفايديسه مالميتك مالنا عاد موشهي او جوجتيد وكفايديسه كرتا اعمال الصالحه اعمال شب وناكسن صدقتي صومكي قرانكي صلاتي بعد وكفايديسنس مالنك ايمانيا ما حد وكفايديسه كرتا او الله ياو ان ادن غارين بابا وحد وكفايديسه كرتا اسغنا بالنيه الصادقه نيه دب اه بعد وكفايديسه كرتا او وحد نيهسنتهي هدي الهي كغارسيه مالنكاس صدقتيسا يا سونكيسا يا خيركيسا ان ادن كغابين اهين بنيست واد كفايديسه هدا ادن غارين حتى سوميت معلمها اسمك فضلك بدن خيرك بدن ان شاء الله inaasi socon doona kelimaad koodo bisha ina soo haysa macaawe dhalan doonta oo koow noqon doonta masahabeen dambe allahu a'lam laakiin maxaa la karaba inaynu qaybta ay leedahay iyo waxay naga mudan tahay iyo acmaasha wanaagsanba aynu qayb xoog leh oo xoog leh aynu ka noqono halna waa inaynu ku darnaa ducada iyo khayrka waa inaan ku darnaa inaan u ducayno dalka iyo dadka inta aan u ducayno ee qofku uu gacmaha markuu taago kaliya ku koobin naftiisa iyo caruurtiisa kaliya waxa yeelay xaalada culus ayaa lagu jira ilaahay subhanahu wa ta'ala istiqraar iyo amni ilaahay subhanahu wa ta'ala qiyaada rashida hoggaan islaamka ku maamula oo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaqmahaya in ummada ilaahay subhanahu wa ta'ala usakhiro usahlo in ilaahay subhanahu wa ta'ala fitanka iyo xurubaha iyo dagaalka ilaahay naga badbaadiyo waa in lagu dadaala oo qof walba uu ku soo daraa ducada ilaahay uu baryahay subhanahu wa ta'ala masjidku wuxuu iclaaminaya iftaaru saaimki ramadaan kasta la iclaamin jiray ee dad badan oo masaakiin ay ka faa'iideysan jireen ee ahaa qayb dadka masaakiinta raashin ceeriin oo xaafadaha iyo la siiyo ahaa iyo kii ahaa dadka ayagu aan xaafada iyo midna aadin raashinkii karsanaa ee loo diyaarin jiray ee meelo kala duwan sidii masjidka aad ka barateen saxaaba sidiibu uu kugu iclaaminayaa insha allahu in laga faa'iidaysto qof walba wuxuu awoodana uu ku shubo akoonkii masjidku lahaa telefoonka ku dhegan masaajidka ee kii haddaba abaaraha loogu aruurinayo lacagta ahaa wax alle waxa awoodid kaga qayb qaado dhammaanteed waxay ku baxaysaa dadkaas in lagu afuriyo ama xaafado yar oo duruufaysan ha ahaadeen ama ha ahaadeen dad xer ah oo masaajid iyo madaaris iyo macaahid iyo maraakiis jooga oo cunno bisi la siinahayo ayadana waa in laga faa'iidaystaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam qof sooman qofkii afuriya ajirkiiso kale ayuu leeyahay qofku waa inuu u yeeshaa acmaashiisa jadwal uu ka bedelan maalmihii kale ee ramadaanka ku saabsan waa inuu noloshiisa ka samaystaa إلهنا سبحانه وتعالى هنا أقبله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد.